خلينا أخذكم إلى هذا التقرير. أقيم الحفل السنوي لجمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية بحضور الرئيس الفخري لإيفاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية. الهدف من هذا الحفل كان تكريم المانحين ولعرض إنجازات ومشاريع الجمعية. خلونا نتابع التفاصيل مع زميلتنا رهام الشعبان في التقرير التالي. برعاية وتأهيل فئة غالية علينا بدعم مستمر من سمو أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية وسمو نائبه، وبفضل من الله نجحنا بإطلاق برنامج التحول الاستراتيجي في عام 2020، ودعمنا الجمعية بكوادر مؤهلة ومتخصصة لنقدم لأبنائنا من ذوي الإعاقة خدمة نوعية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، ونعمل على التطوير المستمر لكسب ثقة المستفيدين، وأن نتطلع دائما لشركائنا في النجاح من رجال وسيدات الأعمال. في شهر الرحمة والخير تحتفل جمعية إيفاء لذوي الإعاقة بحفلها السنوي المعتاد، واللي انطلق من 25 سنة مسجلا عدد من الإنجازات، واليوم تحتفل بهذه الإنجازات برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف حفظه الله. الحفل يعني الحمد لله الحفل حفل سنوي، طبعا بسبب كورونا ما عملنا من سنتين، هاي السنة الثالثة لنا. هو سنوي للإعلان عن برامجنا السنوية، وأيضا شكر الداعمين والمتبرعين برعاية صاحب السمو الملكي أمير سعود، وأيضا طرح برامجنا الجديدة للعام القادم. والحمد لله يعني فيها نوع من التنوع، تحقيق أهداف استراتيجياتنا اللي وضعناها في 2021، ويعني تلقى الحمد لله قبول من الداعمين، ونجد كل سنة يزداد الدعم ويزداد الهاثة، فالحمد لله. الحفل السنوي هو برنامج احنا نكرره كل سنة، هدفه الأساسي انه نشارك شركائنا في النجاح، ونشارك الأسر بكل البرامج والمستجدات اللي بتقدم خلال السنة. وطبعا من الأشياء اللي يهمنا إنه احنا نسمع رأيهم فيها الاستراتيجية والتوجهات وأهم المشاريع اللي احنا بنقدمها في خدمة قطاع الإعاقة. تجربتي كطالب تطورت من طريق الجمعية إيفاء من عمر 8 سنوات إلى 15 سنة. طبعا البرامج اللي أعطوني إياها هي اللي تأهل المعاق كي تفيدك مستقبليا دراسة أو غير دراسة، من برامج الرياضة وبرامج الأحرف وزي كذا. وظيفتي هي في قسم الإعلام مونتاج، وأصور فيديوهات وأصور تصوير عادي، فمن هي تطورت. أحبه عرفونك لنا، أنا حمد حمس أموال ويعيني ويعيني، أنا أحب أبوه. أدي مدرسة عندي مثل قيوان وطلاب مدرسة جماد حفظها، ولا حفظك لي كامل. أدي مدرسة عندي حفظ إن كل بيت أمي ولا والدة أمي والدة وسمي عليه ودمي عليه يكون زين الحمد لله. تهدف الجمعية إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع عبر حلول مبتكرة وكفاءات مهنية وشراكات فعالة. منهم اليوم نتعلم في قاموس إرادتهم لا وجود لكلمة إعاقة أو عجز، استبدلوها بالعزم والإصرار والمثابرة حتى أصبحوا أصحاب الهمم. لقناة روتانا خليجية رهام الشعبان الخبر.